مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف 11 علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الأول. نستكمل اليوم حديثنا عن الوحدة الثانية، عن التركيب الخلية ووظيفتها، الأغشية والنقلة، الثالثة التنظيم الأسموزي في خلايا النباتات والحيوانات. لدينا اليوم عزيزي الطالب مجموعة من الأهداف. في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف تأثير فرق جهد الماء على الخلايا النباتية، وأن يفسر سبب حدوث البلزمة، وأن يشرح أهمية ضغط الامتلاء في النباتات. لدينا اليوم عزيزي الطالب مجموعة من المفردات مثل جهد الماء، البلزمة، محلول منخفض التركيز، محلول متساوي التركيز، محلول عالي التركيز، فرق جهد الماء، الامتلاء. قيمة اليوم عزيزي الطالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيزي الطالب: ما تأثير فرق جهد الماء على الخلايا النباتية؟ الإجابة على هذا السؤال افتح كتاب الطالب صفحة 93 ثم اقرأ الفقرة الأولى. ما تأثير فرق جهد الماء على الخلايا النباتية؟ فرق جهد الماء في الخلايا النباتية: تعيش النباتات البرية في بيئة جافة، تحاط معظم الخلايا النباتية بكمية محدودة من الماء، وبالتالي فإن السيتوبلازم في الخلايا النباتية يكون تركيزه أعلى قليلا، وتكون الخلايا مترهلة. إذا وضعت الخلية النباتية في محلول تركيزه أعلى فستخسر الخلية المياه وتنكمش أو تمر بحالة البلزمة الشديدة، وفي هذه الحالة ينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخلية ويتقلص بسبب فقدان المياه من خلال الأسموزية، فيذبل النبات وتصبح الأنسجة ذابلة. تعيش النباتات البرية في بيئة جافة، تحاط معظم الخلايا النباتية بكميات محدودة من المياه، السيتوبلازم في الخلايا النباتية يكون تركيزه أعلى قليلا. ماذا يحدث عندما ينتقل الماء من الخلية أو إلى الخلية؟ إذا وضعت الخلية النباتية في محلول تركيزه مرتفع تخسر الخلية المياه بالخاصية الأسموزية وتنكمش وتصبح الخلايا مترهلة، بينما إذا وضعت الخلية النباتية في محلول تركيزه أعلى تفقد الخلايا مزيد من المياه بالخاصية الأسموزية وينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخلية ويتقلص، فيذبل النبات وتمر الخلية بحالة من حالات البلزمة. ما المقصود بترهل الخلية النباتية؟ حالة الخلية النباتية عندما تفقد الماء بالخاصية الأسموزية وتنكمش. عندما تصبح خلايا النبات مترهلة نتيجة لفقد الماء فإن النبات يذبل، وعند ري النبات بالماء يستعيد النبات شكله كما ترى في هذه الصورة. ما المقصود بالملزمة؟ هي حالة الخلية النباتية عندما تفقد الكثير من الماء بالخاصية الأسموزية وينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخلية ويتقلص. عندما تحدث عملية البلزمة تموت الخلايا النباتية ولا تستعيد حالتها حتى بعد ريها بالماء. لدينا سؤال عزيزي الطالب: ماذا يحدث إذا وضعت الخلية النباتية في محلول تركيزه مرتفع تخسر الخلية المياه بالخاصية الأسموزية وتنكمش وتصبح الخلايا مترهلة؟ ماذا يحدث إذا وضعت الخلية النباتية في محلول تركيزه أعلى تفقد الخلايا مزيد من الماء بالخاصية الأسموزية وينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخلية ويتقلص، فيذبل النبات وتمر الخلايا بحالة البلزمة؟ ما المقصود بترهل الخلية النباتية؟ هي حالة الخلية النباتية عندما تفقد الماء بالخاصية الأسموزية وتنكمش. ما المقصود بالبلزمة؟ هي حالة الخلية النباتية عندما تفقد الكثير من الماء بالخاصية الأسموزية وينفصل الغشاء البلازمي عن جدار الخلية ويتقلص. ماذا يحدث عند وضع الخلية النباتية في محلول تركيز ومنخفض التركيز أي ماء مقطر؟ تمتص الخلية النباتية المياه بواسطة الخاصية الأسموزية ويزيد حجم الخلية ويزداد الضغط فيها، يدفع بالسيتوبلازم باتجاه جدار الخلية، وتعرف هذه الحالة باسم الامتلاء. ما المقصود بالامتلاء؟ هي حالة الخلية النباتية عندما تمتص المياه بالخاصية الأسموزية ويزداد حجمها ويزداد الضغط فيها ويدفع بالسيتوبلازم في اتجاه جدار الخلية. السؤال الثاني عزيزي الطالب: ماذا يحدث عند وضع خلية نباتية في محلول منخفض التركيز ماء مقطر؟ تمتص الخلية النباتية المياه بواسطة الخاصية الأسموزية ويزداد حجم الخلية ويزداد الضغط فيها، يدفع بالسيتوبلازم باتجاه جدار الخلية، وتعرف هذه الحالة باسم الامتلاء. بالاستعانة بالشكل المقابل فسر التغير الذي حدث للنباتات بعد إضافة الماء. عندما تصبح خلايا النبات مترهلة نتيجة لفقد الماء فإن النبات يذبل، وعند ري النبات بالماء يستعيد النبات شكله.
ما المقصود بالامتلاء وحالة الخلية النباتية عندما تمتص المياه بواسطة الخاصية الأسموزية ويزداد حجمها ويزداد الضغط فيها ويدفع بالسيتوبلازم في اتجاه جدار الخلية؟ ما المقصود بضغط الامتلاء؟ ضغط الامتلاء هو الضغط الذي يقوم به الماء عندما يدخل إلى الخلية النباتية بالخاصية الأسموزية ويزيد من حجم الخلية ويدفع بالسيتوبلازم في اتجاه جدار الخلية. ما أهمية ضغط الامتلاء؟ يساعد امتلاء الخلية النباتية على دفعها باتجاه بعضها البعض ويعطي الصلابة التي تساعد النباتات التي لاصقة خشبية لها على الانتصاب بشكل مستقيم. بدون هذه الصلابة يمكن للنباتات أن تهوي متأثرة بثقلها. العودة إلى الحالة الطبيعية من الامتلاء تقف وراء انتصاب النبات المزروع في أصيص بعد ريه. السؤال الثالث عزيزي الطالب، ما المقصود بالامتلاء؟ بضغط الامتلاء الضغط الذي يقوم به الماء عندما يدخل إلى الخلية النباتية بالخاصية الأسموزية ويزيد من حجم الخلية ويدفع بالسيتوبلازم باتجاه جدار الخلية. السؤال الرابع عزيزي الطالب، فسر أهمية ضغط الامتلاء في النباتات. يساعد امتلاء الخلية النباتية على دفعها باتجاه بعضها البعض ويعطي الصلابة التي تساعد النباتات التي لاصقة خشبية لها على الانتصاب بشكل مستقيم. بدون هذه الصلابة يمكن للنباتات أن تهوي متأثرة بثقلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.